مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. النهارده بما ان احنا رجعنا للمدارس وكلنا هنبتدي نحتار نفطر ايه او نفطر الاولاد ايه ونغديهم ايه، هعمل لكم فطار صحي ولذيذ وفي نفس الوقت مليان الوان وهيعجب الاولاد جدا. هعمل لكم فطار الزبادي بجوز الهند والشوفان، وتعالوا نشوف مقاديرنا الاول ايه. اول حاجه انا عندي كوبايه لبن جوز هند، عندي باودر فانيليا، عندي معلقتين كبار زبدة فول السوداني ده اللي هنحلي بيه، عندي معلقة كبيرة عسل، عندي ربع كوب جرانولا، ربع كوب شوفان، عندي فاكهة بقى مختلفة طبعا على حسب المتاحة عندكم. يا ريت كل ما تبقى ألوان مختلفة كل ما تبقى صحية أكتر وكل ما تبقى محببة للعين أكتر للأولاد. في عندي النهاردة كيوي، توت مشكل، مانجا، مكعبات، عنب، عندي كمان شرايح جوز هند أو رقاقات جوز الهند، الشرايح هنحطها على الوش. بس كده، زي ما قلت لكم هو فطار سهل وسريع، وكمان حلو ان هو مليان الوان يجذب العين ويخلي الولاد يفطروا الصبح. عايزين اول حاجه بس نخلط الزبادي مع المقادير والفاكهه، شويه منها وبقيه الفاكهه نحطها على الوش. هننزل الزبادي هننزل عليه لبن جوز الهند، نضربهم مع بعض شوية. هننزل عسل، زبدة فول السوداني، الباودر بتاع الفانيليا، ممكن يبقى سيرب كمان لو عندكم. هخلط كله برضو كويس، هنزل كمان الشوفان والجرانولا، عايزه انزل شويه من الباريز علشان تدي لون حلو غير اللي هنحطهم على الوش. نزل شويه كمان من الكيوي، شويه مانجا، وهقلب الفاكهه دي جوه غير الفاكهه بقى اللي هنحطها، هنزودها على كل طبق لحد المرحله دي. احنا ممكن نقفلها بقى كده زي ما هي في تابر وير ونحطها في الثلاجه تقعد معانا كام يوم ما يجرلهاش اي حاجه، ياكلوا منها كل يوم الصبح، ونزود الفاكهه التاني زياده كل يوم اللي احنا بنحبها. عايزه انزل الباريز بس نسكت في المصفى. تعالوا بقى نجيب طبق التقديم اللي هنحطها فيها، بس عايزه انضف الاول شويه. ننزل اول حاجه الزبادي بتاعنا، طبعا لما تحطوها في تلاجة شوية هتتقل عن كده كمان، قوام الزبادي هيتقل عن كده كمان. ممكن لو تحبوا تزودوا مكان لبن جوز الهند كريمة جوز الهند برضو هتبقى حلوة قوي بس اتقل شوية. وبعدين هننزل بقى الفاكهة، شوية كيوي، شوية عنب، طبعا زي ما قلتلكوا على حسب انواع الفاكهة اللي عندكم. كمان شوية جوز الهند، نزود مانجا شوية، بما ان المانجا كمان خلاص قربت تخلص نحاول نستفيد بيها بقى اليومين دول. تعالوا نعمل الطبق اللي بعده، الزبادي الأول، نقدر طبعا نزود عنب، قصدي موز كمان يبقى حلو قوي، هيتقلها ويخلي طعمها خطير مع الجوز الهند، يليق جدا. ممكن زبيب، ممكن قراصية، مشمشية، الباريز،
برضو جوز الهند. نعمل اخر طبق. وننزل برضو الفاكهة على الوش. ايدي كيوي بقى. شوية هنا كمان. العنب. المانجا. العيس. وبرده جوز الهند. كده نكون خلصنا اول طبق عندنا من رجوع المدارس. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نعمل الطبق اللي بعده. خليكم معانا. ورجعنا لكم من الفاصل، ودلوقتي عايزه اعمل معاكم طبق تاني لذيذ جدا للفطار. هعمل لكم الكرواسون محشي، خلطه لذيذه قوي بالخوخ المشوي والقرفه. زي ما قلت لكم كده الكرواسون هنحشيه او هنعمله زي هنستخدمه استخدام الساندوتش بالظبط. يفضل دايما يكون الكرواسون في الحالات دي بايت، فلما يبقى عندنا كرواسون وخلاص بقاله شويه مش عايزين نفطر بيه او مش هنستعمله لغايه الصبح قوي، نقدر نعمل بيه اي حشوه من جوه. ساعتها بيستحمل يعني بيكون مش رقيق قوي، فبيستحمل ان هو يمتص الحشوه دي وبيدي طعم حلو قوي. تعالوا الاول نشوف مقاديرنا وهنشوف هنعمله ازاي. اول حاجه زي ما قلت لكم عندي كرواسون نفسه، عندي خوخ متقطع انصاص، عندي معلقتين قرفه، معلقتين سكر بني، عندي زبده، عندي ملح بحر، وعندي كريمه مخفوقه. طيب الكرواسون مش هنعمل فيه اي حاجه زي ما هو، كل اللي محتاجين نعمله الخلطه بتاعه الخوخ اللي هنحشي بيها الكرواسون، والخلطه دي بعد كده هنحط على وشها شويه من الكريمه او الفريش كريم. هسخن الطاسه بتاعتي، نزل الزبده اول حاجه. انا عايزه اطلع كل الطعم اللي في الخوخ واخليه يطرى، وفي نفس الوقت ازوده شويه ملح وسكر وقرفه. الملح والسكر مع بعض بيدوا له طعم حلو قوي، والقرفه كمان. عايزه انزل الاول الخوخ. لازم الطاسه تكون تخنم جامد قوي والزبده ساحت، عشان انا عايزاه ياخد على طول لون قبل ما ازود له بقى بقيه المقادير. نزل الخوخ. تعالوا مع اثناء الخوخ بتاعنا يكرمل شويه نفتح السندوتشات بتاعتنا او نفتح كرواسون عشان نجهزه انه يتحشي. زي ما قلت لكم برضه لما يبقى بايت بيبقى اسهل قوي في التقطيع، ما يفرولش مننا. الكرواسون بتاعنا جاهز. تعالوا نقلب الخوخ تقريبا الاول قبل ما ننزل عليه بالسكر بقيه المقادير. على طول خد لون عشان نزلناه على الزبده سخنه او على الطاسه سخنه. هنزل السكر البني عليه، معلقه ملح بحر صغيره دي مزازة كده مش هيبقى مسكر بزيادة طبق، ومعلقة كمان من القرفة. أنا عشان
هشيلها من على النار عشان السكر مش عايزاه يتحرق. هقلبهم شويه مع بعض لحد السكر يسيح ويكرمل معاه. نزود حته زبده صغيره كمان. قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي. خوف من الحاجات الخطيره لما بيكرم. الخوف بتاعنا كده خلاص اولموست جاهز. عايزه بس اقطعه شويه صغيرين. ما هو ممكن اقطعه هو على النار كده عشان يبقى سهل واحنا بنحشيه. هو اصلا طري خالص وبرده هيكمل سوا احسن وهو متقطع. دقيقتين بالظبط وهنشيله من النار خلاص. عايزه اتاكد انه استوى عشان ما يبقاش جوه الساندوتش بيعض كده شويه. لازم يبقى طري. تعالوا بقى نطلع الخوخ. ونجهز مع بعض السندوتشات. نجيب الكرواسون. وهنحشيه من الخليط الخطير ده. وهنحط عليه شوية كمان كريمة. هو سندوتش كده ايه سعادة. ملوش اي علاقة بالدايت في حياتنا. هو سندوتش سعادة فعلا. نزود شوية قرفة كده صغيرين على الكريمة. نفس الموضوع تاني. الخوخ. فوق الكريمة. وشوية قرفة. طبعا ده بيفرفت شوية عشان طازة زي ما قلتلكوا. لو مش طازة قوي مش هيفرفت كده. نفس الموضوع. عندنا طبق النهارده صحي والتاني ملوش اي علاقه بالصحي. الكرواسون بتاعنا. انا بس عايز انضف الطبق شويه ونحط شويه من الخوخ ده في الطبق معاه. انزل بقيه كميه الخوخ هنا. وهزوده شوية ملح بحر على وشه. وبالهنا والشفا. عملت لكم النهارده الزبادي بجوز الهند والشوفان. وعملت لكم كمان كرواسون المحشي او سندوتشات الكرواسون المحشيه بالخوخ بالقرفه. طبعا عايزاكم تجربوا الاثنين وتقولوا رايكم فيهم ايه. واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه المدارس.